قادة النصر. الرئيس السادات صاحب قرار العبور. سيظل الرئيس السادات واحداً من أصحاب الأفكار التي تسبق عصرها، فيكفي أنه صاحب قرار العبور في حرب أكتوبر بعد 3 سنوات من توليه رئاسة مصر. كان أستاذ في الخداع الاستراتيجي للعدو، استخدم كل الطرق السياسية والعسكرية والإعلامية حتى جعل العدو يعتقد أن الحرب لن تقوم وأن القوات المصرية هادئة مطمئنة ولا تفكر في خوض أي معارك لتحرير الأرض. ولد محمد أنور السادات في 25 من ديسمبر عام 1918 بقرية ميت أبو الكوم بمحافظة المنوفية، وشارك في العمل السياسي قبل وأثناء التحاقه بالقوات المسلحة، وكان واحد من أعضاء مجلس قيادة ثورة 23 يوليو 1952، بل تم اختياره ليذيع بيان الثورة بصوته المميز. وفي عام 1953 شارك في تأسيس جريدة الجمهورية لخبرته في العمل الصحفي، وبعد سنوات تم انتخابه عضو بمجلس الأمة عن دائرة تلا بالمنوفية، وفي الدورة التالية صار رئيس لمجلس الأمة لفترتين متتاليتين. وفي عام 1969 اختاروا الرئيس جمال عبد الناصر نائباً له، وبعد عام واحد فقط صار ثالث رئيس لجمهورية مصر العربية. بدأ الرئيس السادات في الإعداد لحرب أكتوبر، فقرر أن يعد الجبهة الداخلية أولاً، ويعيد ترتيب المشهد السياسي، ويغير استراتيجية القوات المسلحة، وبعد أن أعد كل شيء في الداخل، اتخذ قرار الحرب، وهو يدرك تماماً أنه لا بديل عن النصر، وتحقق له ما أراد وما تمنيناه.